فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طيب هنا عندنا إلى الكلام على الطحاوية، وقلنا أشرف مسألة تكلمنا عنها هي مسألة رؤية الله جل في علاه. أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق، أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق. فهذه المسائل مسائل الاعتقاد أشرفها على الإطلاق، التي شمر لها عن سعد بجد المجتهدون وتنافس فيها المتنافسون، هي رؤية رب العالمين سبحانه وجل في علاه. حينما يقول الله جل وعلا أهل الجنة، أهل الجنة فأشربون أنظرون، فأقول تريدون شيئا أزيدكم، قالوا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار. يقول الله جل في علاه إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن. هناك خاسرون، هناك عاطلون، هناك محرفون، الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذه الصفات فيكون في هذا الباب. لا بد أن تبتدئ يا أبا محمد رضي الله عنك، لا بد أن تبتدئ بأصول العلم. يعني أنت لو تحفظ القرآن أو كنت تحفظ القرآن أو تريد لك مشروع في الحفظ، لا ليس لازما، لا يعني لست ملزما، لكن تبدأ ببعض حفظ القرآن وأيضا الاعتقاد. لو تتصل حضرتك ترسل للمشرفين في الصفحة، هناك ترتيب للملكة العقدية، بحيث أن أنت أصلا تبتدئ ببعض كتب الاعتقاد، ثم بعد ذلك يعني معها علوم الآلة، ثم يكون بعد ذلك الترتيب لبناء سملة كاملة علمية حتى تبني عليها ما شئت. ولو استطعت أن تتصل علي أو على النت حتى تتصل علي أبين لك كيفية الترتيب. لؤي أنا بدأت الدرس، الأسئلة ستكون بعد الدرس إن شاء الله. رضي الله عنك يا باشمهندس، أعتذر إليك أرجو عفوك، سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس. رضي الله عنك لؤي. فهناك محرفون حرفوا الكلمة عن مواضعه، وهناك خاسرون عاطلون عطلوا قلوبهم من الشوق إلى ربهم أو للنظر إلى ربهم. من المعتزلة الذين نفوا الرؤية كلية، والجهمية طبعا ينفون رؤية الله جل وعلا، وأيضا الأشاعرة. لو تتصل عليكم أفضل يا أبا محمد. والأشاعرة أيضا ينفون الرؤية. طبعا هذا قد يعلنون عليها الحرب ويقولون أنت تتجنى علينا، نحن لا ننفي الرؤية. لو نظرت إلى كلامهم كانت الحجة للمعتزلة عليهم. هم ماذا يقولون؟ يقولون يرى لا للمكان. هل هناك رؤية لا للمكان؟ احنا بينا أن الرؤية تكون فوقية، يرونهم من فوقهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما قال أترون الشمس أترون القمر، والرؤية هنا يكون فوقهم. فلذلك يعني هؤلاء القوم لما قالوا بذلك علمنا أنهم ينفون الرؤية أصالة لا يثبتونها، ينفون الرؤية أصالة لا يثبتونها. وهناك أدلة وهي ليست أدلة، قل شبه يتمسك بها يعني كثير من أهل البدع والضلالات. استدلوا بأدلة لابد أن نتكلم عنها، وهذه الأدلة يتمسكون بها. هم قالوا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يستدلون بهذه الآية العظيمة على أن الله نفى الرؤيا عن موسى عليه السلام، بل نفاها بإيش؟ بلن، قال لن تراني ولن تأبيدي، ولن للتأبيد. وهذا عجب عجاب. أولا نقول لهم في هذه الآية المقدمة مرفوضة والنتيجة مرفوضة، لكن عندما قلنا لهم ما واجب الدلالة عندكم قالوا لن تراني ولن للتأبيد،
وقلنا ابن مالك وأيضا ابن هشام قال بأن لن لا تفيد النفي للتأبيد، لا تفيد النفي للتأبيد إلا إذا دلت الدلائل على إيش؟ على ذلك. واستدل علماؤنا بأن لن لا تفيد التأبيد أن الله قال عنهم عن اليهود قال ولن يتمنوه أبدا، حتى هي مؤكدة بإيش؟ بأبدا هو الآن، لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وإيش قالوا؟ ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ليقض علينا. هو في وين بقى لا يتمنوه أبدا؟ فلن هنا لا تفيد التأبيد. ونقول بالدليل الذي تتمسكون به، هل هنا الله تعالى قال إني لا أرى ولا قال لن تراني؟ في نفس الدليل الذي تتمسكون به، قال الله تعالى فعلا إني لا أرى أم قال لن تراني؟ الإجابة قال لن تراني. لو قال إني لا أرى كان دليلا له على أن الله لا يرى، لكن هو قال لن تراني، أنت لا تستطيع، خلقتك في الدنيا لا تستطيع. ولذلك شوف علق الرؤية على إيه؟ على ممكن ولا على مستحيل؟ على ممكن. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فتجلى ربه الجبل، وهو يشير بإصبعه التجلي، فتجلى ربه للجبل، ما استطاع الجبل، جبل أشم يعني خر كثيبا مهيلا. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فيكون هنا أن الله جل في علاه ما قال له لا أرى، والأمر الثاني أنه علقه على ممكن، وما كان معلقا على ممكن فهو ممكن. والأمر الثالث المهم جدا، موسى عليه السلام كيف يتجرأ بطلب والله يقر عليه لو كان الطلب محرما. نوح عليه السلام قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بيان، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. يبقى إذن هنا أنكر عليه ولا أقره؟ أنكر عليه. فلو كان موسى عليه السلام سؤاله منكرا، لو كان سؤاله منكرا لأنكر عليه الله جل في علاه. الله ما أنكر، بل قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، وعلقه على الممكن، وما علقه على الممكن يكون ممكنا يعني رؤيته. فكانت شبهة وهي ولا يعني قوة فيها في هذا الباب. فهنا في قوله لن تراني لضعف خلقته، ما يستطيع، لكن في الآخرة قال الله تعالى قال الله فبصرك اليوم حديد. الدليل الشبهة الثانية يتمسكون بها في قوله تعالى لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عجيب جدا، لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار. قالوا كيف تقولون بالرؤية وقد قال الله تعالى لا تدرك الأبصار؟ احنا جبنا كل الأدلة في الأسبوع الماضي على رؤية الله جل وعلا، لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نقول الكلام والنزاع بيننا في الرؤية، والآية تتكلم عن الإدراك، وفرق بون شاسع وفرق واسع بين إيش؟ الرؤية والإدراك. الإدراك هي الإحاطة التامة، وهذا منفع عن الله ولا يحطون به علما، الله أحاط بكل شيء ولا يحاط به سبحانه وجل في علاه. فالمنفي هو الإدراك، والإدراك أخص والرؤية عام. فالإدراك أخص والرؤية عام، والقاعدة الأصولية عند العلماء نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. أنا أقول رأيته يبقى رأيته، واجه رأيته يادي أهو رأيته، لكن أدركته كلية الأمر عندي، وهذا غير وارد. فالإدراك يبقى إذن النفي هنا لا يستلزم نفي الأخص، لا يستلزم نفي العام، وتكونون بذلك قد خسرتم كثيرا ولعلكم تحجبون عن الله جل في علاه يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لإيش؟ لمحجوبون. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا يعني منتظرة ثواب الله جل في علاه. واسمه هذا التحريف. الأصل اللفظ يبقى على ظهره لما دلت قرينة، وأين القرينة؟ فهم يقولون وجوه يومئذ ناظرة يعني منتظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إلى ربها منتظرة ثواب الله جل في علاه، أو ناظرة إلى ثواب الله، أو ناظرة إلى الحور العين يا ربي.
قال إلى ربها، إلى ربها. في أين 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 الدلالة على التأويل؟ الأصل أن يبقى اللفظ على على ظاهر ما لم تأتي قرينة. نعم. والحق أن الانتظار إذا تعدى بنفسه يكون انتظار. الانتظار إذا تعدى الفعل بنفسه، فعل النظر إذا تعدى بنفسه يكون انتظارا، كما قال الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، والسياق حاكم، انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم حتى نمشي خلفكم ووراءكم، انظرونا نقتبس من نوركم. ولأن النظر يتعدى بنفسه فيكون بمعنى التدبر، ويتعدى بنفسه ويكون التدبر، يتعدى أيضا بفي يكون التدبر، آسف، يتعدى بنفسه معناها الانتظار، ويتعدى بفي معناها التدبر، ويتعدى بإله معناها النظر بالعين البصيرة، النظر بالعين البصيرة. ففي قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا نأخذ من أنواركم حتى نمر على الصراط. والآية عليهم ليست لهم، لأنه قال وجوههم يومئذ إيش؟ نظر النضرة والبياض والإشراق، هذا بإيش؟ الإشراق لا يكون إشراقا إلا بالنظر إلى وجه الله الكريم، إشراق لا يكون إشراقا إلا بالنظر إلى وجه الله الكريم. هذه معظم الأدلة يتمسكون بها، ويقولون بأن الله لا يرى يوم القيامة، وبذلك معناه أنهم سيخسرون الدنيا والآخرة، يخسرون الدنيا والآخرة، وتكون الخيبة الكبرى لهم أنهم يفتقدون هذه النعمة التي هي أنعم النعائم. وأن هذه المسألة، مسألة العقيدة، هي أشرف المسائل على الإطلاق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من الدعاء: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولذلك ابن القيم قال: ويرونه سبحانه من فوقهم. شوف، من فوقهم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يرى إلا من فوق. ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن، البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عنه مسلم بصحيحه، يروي صهيب ذا بلا كتمان، وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر، وهو الصديق ذو الإيقان، وعليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعهم بعدهم تبعية الإحسان. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سورة من في سور من الفرقان، ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان، وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان. هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان، وأعاد أيضا وصفها نظرا، وذا لا شك يفهم رؤية بعياني. وأتت أداة إلى لرفع الوهم، وأتت أداة إلى، يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربهم، لرفع الوهم من فكر كذا يترقب الإنسان. وأضافه لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان. هذه من قصيدة الإمام النونية، الإمام ابن القيم، في عظيم وأشرف مسألة على الإطلاق من مسائل الاعتقاد، مسألة رؤية الرحمن. رزقان الله وإياكم رؤيته ولذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كان يدعو بها بعض أهل القرآن، وما ندري، ليس تقاعصا ولكن على أمر في الخفيان. أيضا في هذا الباب نسأل الله جل وعلا، نشكر لهم، كانوا يدعون بهذا الدعاء، ونسأل الله أن يجعلهم يعني من خير الناس حيثما حلوا وحيثما عملوا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لكل خير وبر، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات. فما كان الله دام واتصل، وما كان غير الله انقطع وانفصل. ونسأل الله جل وعلا أن يثبت فينا وفيكم الخير ما حيينا أبدا، وجزاكم الله كل خير. رضي الله عنك أستاذ أحمد كامل. أنا أقبل النصيحة من أي أحد، جزا الله خيرا، هو لا يدري كيف نعيش نحن، لكننا نسعد بهم ونفرح بهم. إن كانوا ينصحوننا في الله فإن هذا هو خير ما يكون.
خير من أن يعني يبتسم لنا وبعد ذلك نراه سيفا في ظهورنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.